الولايات المتحدة الأمريكية اقتربت كثيرا من ساعة الصفر تجاه المفاعلات النووية الإيرانية، وهذا كله أصبح واضحا من تفاصيل خطيرة جاءت بشكل مباشر من قبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وضع تصريحات مهمة للغاية ثبتتها CNN الأمريكية والأسوشيتد بريس، والرجل قد ذكر بشكل واضح بأن هنالك أمور خطيرة تجري مع إيران وتحديدا مع المفاعلات النووية التي تعمل وتخصب اليورانيوم بنسبة عالية تصل إلى 60%، وهو تحدث هنا بشكل واضح عن مخزون اليورانيوم الموجود الآن لدى إيران. فهو قد تحدث بأن الآن مخزون اليورانيوم أصبح كبير لدى الإيرانيين، هم يمتلكون 70 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بالإضافة إلى 1000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، واعتبر بأن هذه نسبة كبيرة للغاية وهي قادرة وتساعد إيران وستساعد إيران كثيرا في مسألة صناعة الأسلحة النووية. كما قال بأن الأمر لن يساعدهم فقط في الوصول إلى سلاح نووي واحد بل إلى عدة أسلحة، وهذا ما فهمت منه الصحافة الغربية طبعا بأنه يتحدث عن وصول إيران للقنبلة النووية في ظل هذه النسبة. كذلك هو تحدث بأن إيران قادرة على الوصول إلى 90% من دون أي مشاكل مع هذا النوع من المخزون من اليورانيوم المخصب بهذه النسب العالية، ستعني بأن الأمور خطرة للغاية. أيضا هو أبدى قلقه تماما من مسألة أن إيران حتى هذه اللحظة لم تجب على الثلاثة مواقع التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم، بل أنه أيضا أبدى قلقه من فترة انزعجت بها إيران من توبيخ تعرضت له من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإيران قامت ببساطة كردة فعلا برفع 27 كاميرا من كاميرات المراقبة التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة ناتانز، وقاموا بإضافة أجهزة طرد مركزية. وبالتالي هو قال بأننا لم نرى ما الذي حدث في تلك الفترة من إضافة أجهزة طرد مركزية، من عملية التخصيب التي جرت وغيرها، وبالتالي هنالك الكثير من الأمور المجهولة. بل أنه أيضا ذكر بأن الاتفاقية النووية ومسألة العودة للاتفاقية النووية تبدو بحالة سيئة للغاية الآن، وهذا ما ذكره الرجل حول هذه المسألة تحديدا. وقال لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع عدة أسلحة نووية وليس واحدا في هذه المرحلة. الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران في عام 2015 في حالة سيئة للغاية. وهو قال أيضا بأنه سيكون بزيارة في فبراير القادم، يعني الشهر القادم، إلى طهران من أجل مناقشة هذه المسألة. المشكلة الحقيقية لم يكن هنالك حلا من هذه الزيارة، فإن هنالك تدريبات خطيرة تأتي إلى غرب إيران في حقيقة الأمر. عندما ننظر للخارطة فهي تأتي إلى الغرب تماما من على 1000 كيلومتر تقريبا، تأتي في إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تدريبات كبيرة جدا مع إسرائيل وهي جونيبر أوك التي ترونها 6400 جندي أمريكي بالإضافة إلى 1100 جندي إسرائيلي. تدريبات على العديد من المستويات بدأت الاثنين الماضي، يوم غد هو آخر يوم بالنسبة لتدريباتهم. المروحيات تدربت في المياه، حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية في البحر المتوسط شاركت بهذا الشكل أيضا، وأيضا إطلاق للصواريخ وغيرها، نشاط في الجو على الفلايت ريدر 24 صباح هذا اليوم ظهر بهذا الشكل هذه الطائرات، منها طائرات الريفت جوينت التي تستخدم في عمليات الاستخبار وعمليات المراقبة، كلها تحلق. لاحظ النشاط الكبير الذي يأتي هنا في البحر المتوسط. وكذلك ظهرت الطائرة العملاقة B-52 بجانب سربن أو مجموعة من الطائرات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية، من طائرات الشبح، من طائرات F-15، F-16، F-18 بهذا الشكل. بل إن الناشنال نيوز قالت بأن هذه المناورات وهذه التدريبات هي مصممة لإرسال رسالة واضحة لإيران، حتى أن القناة 12 الإسرائيلية وضعت معلومة خطيرة للغاية وقالت بأن هذه الطائرات تحديدا الأمريكية والإسرائيلية ستتدرب أو قد تكون تدربت الآن على صحراء النقب تحديدا بإطلاق قنابل على صحراء النقب تصل إلى 100 طن من القنابل، من قنابل البنكر باستر وهي مخترق القبو. نتحدث مثلا عن GBU-57، قد تكون GBU-72 التي ترونها 72، وبالتالي هذه كلها قنابل خطيرة للغاية وتستهدف المنشآت التي تأتي تحت الأرض وقادرة على تدميرها بالتمام والكمال. وبالتالي تحدثت عن أنه
هنالك تدريبا كبيرا باستخدام هذه القنابل من قبل الطائرات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية في مثل هذه الضربات، في تدريب ومحاكاة لتوجيه ضربة مباشرة للمفاعلات النووية الإيرانية. وبالتالي البي 52 قادرة على حمل هذا النوع من القنابل، أيضا الاف 15 الاف 15 أصبحت قادرة على حمل أحدث القنابل مثل الجي بي يو 72 التي تحدثنا عنها من مخترق القمر. وبالتالي الوضع خطر للغاية وليس بالسهل أبدا إن لم تكن هنالك حلولا تتوصل إلى لها أو تصل لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران في مسألة العودة للاتفاقية النووية تحديدا. والمشكلة الحقيقية بأن إيران لا تقف الأمور معها إلى هذا الحد، بل هي مشتركة في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل عال وبشكل مخيف عن طريق طائراتها المسيرة مثل شاهد 136 المفخخة. على سبيل المثال اليوم كان هنالك هجوما بهذه الطائرات المسيرة، نتحدث عن 24 طائرة من هذه الطائرات المسيرة هاجمت أوكرانيا بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية. الأوكرانيين قالوا بأنهم أسقطوا جميع هذه الطائرات التي هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأوكرانية، وبالتالي نسبة التصدي 100% هذه المرة. لم تحقق نجاحا الطائرات الإيرانية ولكنها سلاح فتاك والكل يعلم ذلك. أيضا كانت هنالك هذه اللقطة التي ترونها لإحدى الطائرات المسيرة وهم يتصدون لها والدفاعات الأوكرانية تتصدى لها بكل نجاح. أيضا كان هنالك هجوما ب 55 صاروخا جاء بعد هذه الطائرات المسيرة صباح هذا اليوم، 55 صاروخا من صواريخ الكروز الروسية. تمكنت القوات الأوكرانية من التصدي ل 47 صاروخا من هذه الصواريخ، نتحدث عن نسبة 85% تقريبا من ناحية التصدي. أيضا هنالك نسبة نجاح أعلى هنا في التصدي لهذه الصواريخ مقارنة بالمرات السابقة، المرات السابقة قد وصلت إلى 78%، الآن النسبة تصاعدت. الأوكرانيين يتعلمون كثيرا عندما يتصدون لهذه الصواريخ، ولكن كانت الصواريخ قادرة على اصطياد أهداف مهمة. هذه إحدى الصواريخ التي ترونها وهي تتحرك، أيضا تمكنوا من ضرب نقطتين أو منشأتين للطاقة موجودة في مدينة أوديسا. و تستمر روسيا بهذه العمليات بشكل عان للغاية. طبعا هذه الهجمات التي رأيناها بالطائرات المسيرة الإيرانية وبالصواريخ هي تأتي كردة فعل وبعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إقرار إدخال دبابات أبرامز الأمريكية ودبابات ليوبارد 2 الألمانية. ردت فعل سريعة، والأمر لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بل كل هذه الدول التي ترونها أمامكم سترسل جميع هذه الدبابات. عادة أن هنالك عدم تأكيد من قبل إسبانيا، unconfirmed كما ترون حتى يوم أمس، أن إسبانيا قلقة نوعا ما، مترددة نوعا ما في إرسال الدبابات، ولكن إن وافقت على هذه المسألة فالإرسال سيكون عبارة عن 53 دبابة تضاف لكل هذه الدبابات. وكانت هنالك بعد هذا الإعلان يوم أمس في الصباح وصباح يوم أمس، وكذلك عدد من حقيقة الدبابات قد ظهرت من دبابات أبرامز من دبابات ليوبارد 2 الألمانية ظهرت وهي تتحرك، مع الأنباء الكبيرة التي رأيناها يوم أمس. إذا ما شاهدنا على سبيل المثال هذا المقطع لدبابات ليوبارد 2، لم يعرف هذا الموقع ولكن قالوا بأن هنالك تحركا كبيرا لهذه الدبابات. أيضا دبابات أبرامز الأمريكية ظهرت هي، وأيضا عربات برادلي الأمريكية وهي بهذا الشكل. البعض قال بأن هذا المقطع هو في بولندا وقد وصلت هذه الدبابات وستذهب إلى أوكرانيا، البعض قال بأنها قد تكون في إحدى الدول الأوروبية وبدأت تقترب، البعض وجد بأنها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك دعونا نتجه ونحاول أن نعرف أين هي تقع هذه الدبابات فعلا، ونحاول أن نجد هذه المنطقة المهمة التي تواجدت بها الدبابات. هل هي وصلت بولندا وستدخل فعلا إلى أوكرانيا تحديدا؟ إذا ما أخذنا هذا المقطع على سبيل المثال وحاولنا أن نطلع على هذه التفاصيل سنلاحظ بأننا أمام نوعا من التقاطع. هنا طريق يأتي به الثلج طبعا كما تلاحظون، ونحن أمام علامات واضحة جدا، هنا علامة واضحة كما تلاحظون، وهنا عمود آخر، وطبعا نحن نتحدث عن سكة حديد، وبأن العربة التي كانت تصور أو السيارة التي كانت تصور هي تتحرك بهذا الاتجاه. بالتالي نحن على ما يبدو أمام شارع وأمام طريق بهذا الشكل، وهي مسألة مهمة للغاية عندما نلاحظ هذه النقطة. كذلك نقطة أخرى قد ظهرت في هذا التصوير هي هذه الإشارة الأخرى التي تعتبر منفردة طبعا، وهنالك مساحة بسيطة وهذه هي السكة، ليست هنالك الكثير من العلامات. وإذا ما اتجهنا مباشرة إلى القمر الصناعي
الاجتماعي، ونتجه للولايات المتحدة الأمريكية من هذه التحركات، وتحديدا إلى ولاية كانزاس الأمريكية، وتوجه إلى مقاطعتين هنا مهمة. هنالك عدد من المدن بين مقاطعة طبعا إليس ومقاطعة راسل. نتجه إلى ثلاثة مناطق مهمة للغاية هنا. سنلاحظ بأن هنالك غروم، وكذلك هذه المنطقة الأخرى، وأيضا فيكتوريا، وبالتالي بين ووكر وبين غروم هنالك طريق في ولاية كانزاس. كما تلاحظون نحن أمام تقاطعين، لنتجه إلى هذا التقاطع قليلا ونقترب منه ونتوقف عند هذا التقاطع قليلا، وسنلاحظ بأننا الآن أمام طريق وأمام نوع من التقاطع وأمام سكة حديدية. يبدو بأننا اقتربنا نوعا ما. إذا ما قمنا بالهبوط القمر الصناعي في هذه المنطقة وألقينا نظرة وحاولنا أن ننظر بهذا الشكل، وكأننا نحن العجلة، نحن السيارة التي كانت تتحرك وتصور، ستجد نفسك مباشرة أمام هذه العلامة. ها هي العلامات التي تحدثنا عنها والتي قمنا بالإشارة إليها، وهي الهايوي رقم 40. هذه علامة أخرى وهذه علامة أخرى متطابقة مع هذا الطريق، وبالتالي يبدو بأننا، وهذه السكة الحديدية، يبدو بأننا قد وصلنا إلى الموقع كما تلاحظون. وهذه تؤكد طبعا عندما نقف عندها نرى ونقارن الصورة، كل شيء متطابق. وبالتالي إذا ما عدنا إلى الصورة مرة أخرى هنا التي وصلنا إليها ونحاول أن نتجه إلى اليمين قليلا، فسنجد بأن هنالك علامة مشابهة للعلامة التي رأيناها طبعا، وإشارة مشابهة التي رأيناها في المقطع وفي الفيديو، وبالتالي كما نلاحظ بأنها متطابقة تماما مرة أخرى. وبالتالي هذه التحركات هي ليست في بولندا أو أنها ستدخل الآن إلى أوكرانيا، لا أبدا، هي تحركات تأتي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون لا علاقة لها أبدا بمجموعة الدبابات التي تحاول وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإدخالها إلى الحرب الأوكرانية. الأمر الأهم في هذه المسألة أن هنالك استثمار كبير بالدبابات بالسلاح من قبل الغرب في الداخل الأوكراني، وإيران وأسلحة إيران تعتبر جزءا كبيرا جدا من هذه الحرب. وطبعا الطائرات شاهد 136 تلعب أدوارا كبيرة. تقارير تتحدث عن إمكانية إدخال الصواريخ البالستية الإيرانية، لم تظهر حتى هذه اللحظة، ولكن هو خطر مستمر. ولهذا هذا الأمر جعل خبراء مثل جيسون براتسكي الذي ترونه وهو أهم المختصين في الملف الإيراني أن يقول: بما أنكم الآن ترسلون لأوكرانيا الدبابات وتساعدونها في مواجهة روسيا، فإن عليكم أيضا فرض عقوبات، وتحديدا، وهو يشير إلى أوروبا، أن تضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب. فالحرس الثوري هو الذي يدير هذه الطائرات، ولديه عناصر ومستشارين موجودين يدربون الروس ويديرون بعض هذه الطائرات المسيرة عندما تهاجم الطائرات المسيرة عددا من المدن الأوكرانية. وبالتالي يجب عليكم فعل شيء، خاصة وأن إيران تستثمر علاقتها مع روسيا كثيرا على عدد من المستويات. النيوزويك الأمريكية كشفت بهذا الشكل الخطير مؤخرا بأنها في مرحلة نقاش، إيران تناقش مع روسيا مسألة الحصول على مروحيات مهمة للغاية من روسيا لا تمتلكها أساسا إيران، وهي الـ-128 والـ-KA-52، وهذه تأتي بعدما تحصلت إيران طبعا على طائرات السوخوي الـ-SU-35 من روسيا، وبالتالي تطورت الأمور بالنسبة إليها وتغيرت الأمور بالنسبة إليها، وأصبحت في موقف كبير، خاصة وأن العام الماضي، وهي تمتلك الأموال وقادرة على تحقيق هذه الأمور، العام الماضي في الربع الأخير، في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، حققت مبيعات، ولاحظ ارتفاع المبيعات النفطية التي امتلكتها إيران العام الماضي، وبالتالي هي حققت الكثير. وأساسا كانت اللويد ليست كما تلاحظون، هي كانت قد كشفت مؤخرا أن 71% من المبيعات النفطية الإيرانية قد تحصلت أو اشترتها الصين تحديدا، لعبت 71% في ديسمبر تحديدا في شراء هذه المبيعات النفطية. بل أن أيضا طهران تايمز كانت قد كشفت بأن المبيعات الغير نفطية أو الصادرات الغير نفطية والواردات الغير نفطية أيضا ارتفعت بالنسبة للإيرانيين. الصادرات مثلا على سبيل المثال في 10 أشهر الأولى من العام الماضي ارتفعت بنسبة 18%، الصادرات الغير نفطية. أما الواردات الغير نفطية فهي ارتفعت بنسبة 17%. وبالتالي إيران حتى اللحظة قد تشعر بالضغوط، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير، فهي لا زالت تدير الأمور بالطريقة التي تريدها. لديها منافذ، وأهم المنافذ التي تمتلكها هي الصين. وبلومبرغ الأمريكية كشفت مؤخرا بأن هنالك محاولة للضغط الأمريكي على الصين من أجل إيقاف هذه المسألة وإيقاف المبيعات النفطية وحتى الصادرات الغير نفطية التي تقوم بها الصين تحديداً.